غازي العيادي مره جاي يظلي في مع عبد الرزاق الشابي، قالوا له شكون باش تلحن الكل، قال انا نجله ما نلحن لهاش. انت فنان كبير ومحليك، ما تضيفليش كغازي العيادي. اول حاجه انا ما نقولكش لحن لي وما تضيفليش. علاش ما تضيفليش؟ انا لحن لي حسن ابو السعود، لحن لي حسن اشقش، لحن لي عصام اسماعيل، لحن لي عصام كاريكا. معناها هذوما اللي لحنوا لي، معناها كي باش نقول انت ما عندك ما باش تضيف لي. بكل امانه انا الشخص اللي يضيف لي وانا كطالب ركيك ونتمنى هو من ضمن الفنانين هو لطفي بوشناق. معناها انا راه كي نبدا في نبدا اي راه انا كي نبدا لا 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 انا ما كطالب ركيك ديما نقول انا ما كي نبدا في درجه نبدا في درجه يا نطلع درجه يا نقعد في نفس الدرج. لحظة من فضلك غازي العيادي زاد لحن الهاني شاكر، لحن الصابر، لحن الشيرين. وي عطيني لي سوكسي اللي عملهم. ما عطيتش باش مش سوكسي عملهم. يا خويا اما كي نطلع انا في قناه في لبنان ونقول انا لحن لي حسن ابو السعود ورياض الهامشاري معروفين، ونقول لطفي بوشناق معروف، ونقول غازي العيادي من غازي العيادي؟ بكل صراحه لا لا ماهوش معروف. انا في مصر قال زاد هو هي تخدم وانا قاعد، بيان سور انت قاعد. قال انا ريتها تخدم هي تخدم وانا قاعد، بيان سور انت قاعد. معناها ماكش تخدم، ما خدمتش في مصر وبالحق ما خدمش في مصر. فما عباد تمشي كان انا نخدم ما خدمش، ممكن هو توا يمشي ويجي وانا ممنوعه من مصر، تهبط للسوق معناها للشارع المصري ولا للصحفيين، اسمي اكبر من اسمه. خويا انا نغني نشتغل. لا اسمك كبر لا عاد يا ولدي بالفازات يا ولدي ان شاء الله نتكربس. اما انا يعرفوني. اي مش شنو؟ هو ما يعرفوش. نشتح انا ما قلت نشتح، انا فيتي نشتح عليه بالفازات معناها ونشتح. فانت كي تقول لوسي لوسي هايك ابار ما ياك تمثل، في عبدو هايك تمثل، معناها مو فن مو فن زاده الرقص. كيف كيف انا نشتح مو فن زاده، بالكش مش فن. نجوى فؤاد ما تشتح مو فن. فن وفن رقي جدا. يا ولدي اي هو ما تعرفش لا بالتلحين ولا بيغني في مصر، وانا نتحمل مسؤوليتي. يا عبدو ياسر وشكون غازي العيادي؟ ما فماش غازي العيادي. بكل امانه انت تبدا تعمل هكا، نعرفك انت تبدا تعمل هكا زعما نوتر وصاحبك امورك انت اللي يجيك اللي يجيوك هنا يلزمك تكون نوتر. يعني تكون حليت فمي انا توا؟ باهي. معناتها حتى هكا ما نعملش هكا. يا حبيبتي لهيت لي في حركاتي. لا والله لا انا كشخص انا اغزلي انا كشخص انا نحبه ونحترمه وهو فنان كبير. اه تحبه سي بيان ولا بيان سور ما هو لا ما لا حب لا 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 كيما هو اغزلي 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 تشمي فيه لحن ولحن له. انا المهم قال هو ما يلحنليش، انا هو ما يضيفليش، انا حره اخويا انا زادة ما يضيفليش. حره بيان سور ما يضيفلكش. بيان سور ما يضيفليش. وانت باش يلحن لك يلزمو الهشك بشك. يا ولدي اغزلي اغزلي انت باش تحكي على الهشك بشك باش يكون هو هو باش يكون اسمعني اللي هو نوع من الموسيقى عادي يعني. باهي باهي الرحباني باش يكون الرحباني اكبر اسم ولا غازي العيادي؟ ما بدنا نحكيو تو غزلي الرحباني راه لحن الفيروز راه. باهي ولحن الهيفا وهبي زاد. اهلا وسهلا. باهي في نهايه يا العمر. ولدي شي يهمني فين يا اخي؟ محسوب هو كي غير حد ساقو في الدنيا خي شنو راهو راهو الملحن الكبير كيما التيرز يعمل لك حسب الستيل اللي انت تعمله. صحيح صحيح هيك هو معناها اخي الرحباني وهيفا وهبي صحيح صحيح.